في ايه يا سليمان؟ تاني مرة تقول لي شوف شو قاعد اشوف مش شايف أي حاجة غريبة في الحادثة. إزاي سعادتك؟ أنا إحساس إنها مترتبة، شكلها مترتبة. ده أول هانم ما صرخت، اللي اسمه سيد ده كأنه مستني علشان يلحقها. ما هو ده اللي بيسموه سرعة البديهة يا سليمان، ودي الميزة اللي كانت عندك، بس الظاهر إنها راحت مع الزمن. ما فضلش غير الوسواس والشك في صوابع إيديك على الفاضي. يا فندم أنا عايز أوصل لسعادتك. عملت إيه في موضوع التسمم بتاع ليلة رأس السنة؟ وعملت ايه في موضوع رشاد اللي طلع لنا زي عفريت العلبه؟ وهتعمل ايه مع الولاد السفله اللي حاولوا يخطفوا مراتي وابني في املاكي وفي عز الظهر؟ خلي بالك انا صبري عليك ابتدى ينفد، وانت اكتر واحد عارف لما صبري بينفد بيحصل ايه. ان شاء الله مش هنوصل المرحله دي يا باشا. بعد اذن سعادتك. بس انا اسفه، انا السبب في اللي بيحصل ده. ولا يهمك، اكيد هنعرف نتقابل بره، ومحدش عارف الخير فين. ممكن ده يكون احسن لنا. بس انت ليك علاقه باللي حصل النهارده؟ انت مجنونه يا بسنت، انا غشيم يعني عشان العبها كده؟ ما انا بصراحه خفت لا تكون انت. مش مهم، امسك ده مفتاح الفيلا بتاعت ماما هنا، وده العنوان، تقدر تروح تقعد هناك وانا هبعت لك حد يوضب الفيلا وياخد باله من كل حاجه. حظي كويس ان لحقت اودعك، كنت هزعل قوي لو كانت فاتتني لحظه زي دي. اشوف وشك بخير يا بسنت. وانت كمان يا باسل. عن اذنك يا عمي. بابا انا كنت بس ايه بنت عم بتودع ابن عمها، عادي جدا. مش هتطلعي تنامي؟ انا النهارده يومي كان طويل محتاج انام. تصبح على خير. الله اكبر. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. حضرتك بتحبك، اقعد. مش لما اعرفها الاول يا عم بشير اشوف اذا كانت بتحبني ولا بتكرهني. ليه والاخ مش متجوز ولا ايه؟ بركات. ايه؟ ايه ده؟ سيب الراجل يفطر. اعرفكم الاخ سيد الجارد بتاع الهانم. الشيف بركات. مصطفى. لطيفة. عدم. لطيفة. طبق وسرفيز لسيد بسرعة. الباقيين سبقونا على فوق. حاكم سالم بيه بيصحى من النجمة. شكله صعب قوي سالم بيه ده، صح؟ بتهيألك. أصلك لسه ما عشرتوش، ده مفيش أطيب منه. مفيش أطيب منه؟ ده طيب قوي يا سيد، ده بيشر طيبة من كل حتة. بركات. طب ومراته زيه كده؟ مدام ريهام؟ مدام ريهام بقى دي الكريم شانتيه بتاعت الفيلا. كريم مين؟ كريمة البيت. طيبة إيه وحنية إيه؟ مع حفظ المقامات، تحس إن هي واحدة مننا مش منهم. للدرجة دي؟ وأكتر من كده يا سيد. على كده بقى دول متجوزين من زمان خالص، ده دوبك ما كملوش سنه. قلت لي يبقى الراجل اول ما اتجوز راح مخلف على طول. طبعا، ما هي لو ما كانتش خلفت منه ما كانتش كملت معاه. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. اصل سالم بيه وبنته بيعاملوها معامله. بركات، ايه في الباكابورت ده؟ ده هو برضو اللي من ساعه ما قعدنا لوك 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 مش عارفين ناكل لقمه. قول له يا سيد هو عم بشيل على طول كده، قلبوا علي ان انا رغاي. انا رغاي يا سيد؟ لا يا راجل، حاشا لله، لطيفه هي اللي رغاي. صباح الفل يا رجاله. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. أنا عايزك بعد ما تفطري تروحي تضربي نار. طب ما أنا بعرف أضرب نار. هو أنا صحيح بقالي فترة ما اتمرنتش بس في الآخر بعرف أضرب نار. معلش، أنا عايز الناس تشوفك وأنت بتضربي نار. عايزهم يشوفوكي وأنت ماسكة المسدس بتاعك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. ده في حد ذاته يخلي أي حد يحاول يعتدي عليكي زي ما حصل مع ريهام يفكر ألف مرة. حاضر، اللي تشوفه حضرتك. وجيه أخباره إيه؟ لسه نايم، كان سهران طول الليل. أنا مش عارفة طالع سهرتي لمين، لا أنا ولا أنت كده خالص. طالع لأخته. أنا رايح مكتبي في القرية، لو احتجت أي حاجة اطلبيني. ميرسي يا حبيبي، السلام. عشان مين الورد ده؟ عشان الهانم يا فندم. ألف حمد لله على السلامة يا ريهام. سالي ايروبكس؟ مين سالي ايروبكس دي؟ سالي؟ دي بنت تعرفت عليها في الكوافير. هي مش سايبة نمرة تليفونها؟ سايبة نمرة التليفون. وصل البوكيه لمدام. تحت أمرك. اتفضلي يا فندم. ميرسي قوي. تحت أمرك.
الو سالي، انا ريهام. انا عارفه انها قلت ذوق مني اني ابعت ورد، كان لازم اجي واجيبه لك بنفسي، بس بصراحه اتكسفت. اتكسفتي؟ لا يا حبيبتي، ده بيتك تنوري في اي وقت. لا، ما انا موضوع الهجره غير الشرعيه ده ما اعرفش، ما بلعتوش كده. ليا واحد صاحبي بيخلص لي كل الفيز وانا في البيت، هيطلع في دماغي ليه يعني؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير. قول لي يا خدامك سيد يا باشا. تعرف تضرب نار يا سيد؟ لا اضرب نار، لا انا بطبعي مسالم يا فندم. الزمن ده ما بقاش فيه مكان للمسالمين. سليمان، سيد يتعلم ضرب النار فورا، واول لما يتعلم تطلع له رخصة السلاح. رخصة سلاح وضرب نار؟ احنا هنحارب ولا ايه؟ في نوعين من العلامات، علامات ثابته ودي اللي هنبدأ بيها. انت دخلت الجيش ولا لا؟ لا يا باشا، خدت اعفاء. ليه؟ لا ليه، دي بقى عندهم في الجيش هناك دفعتي خدت تأجيل 3 سنين في 3 سنين لحد ما ادوني اعفاء نهائي. اه طيب، بص انا عايزك تصوب في العلامه اللي في النص الصغيره دي. خلاص، او يعني على قد ما تقدر اقرب حته جنبها. انا هجرب عشان تشوف. يلا باشا. يا ابني ركز معايا. حاضر يا باشا. اللهم صل على النبي. احنا في مولد يا ابني، ما تركز. يلا اضرب. لا اتفرج عليا. ايوه اضرب. حاضر يا باشا، حاضر. اضرب 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 اضرب. انت بتقول انك ما ضربتش نار قبل كده؟ ده بركه دعاء الوالدين يا باشا. بركه دعاء الوالدين. بتيجي مع العمي طباط. سرعه رد فعل تقريبا في الاهداف المتحركه 100%، وبيقول انه لا دخل جيش قبل كده ولا ضرب نار. جايز حظ مبتدئين، وجايز يكون بيستهبل. بقول لك ايه، حط عينك على الواد ده كويس وخلي بالك منه. اوامرك يا سليمان باشا. انا عرفت من مدام زيزي في الكوافير، قلت لازم اجي اقول لك الحمد لله على السلامه بنفسي. ميرسي قوي يا حبيبتي. بسامت بنت جوزي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. هو انت كمان بتضربي نار؟ لا انا ممكن يغمى عليا بجد. سالي مدربه ايروبكس، لسه راجعه من اليابان طازه. اهلا وسهلا. انت بتقولي اني مدربه ايروبكس؟ ايوه. طيب معاكي شهادات خبره؟ معايا بس بالياباني. ما تخافيش، معايا واحده تانية بالانجلش. طيب عظيم، بتشتغلي فين؟ بقولك لسه راجعه حالا من اليابان طازه. طيب لو ما عندكيش مانع وتحبي بعد ما تخلصي قعدتك مع ريهام تعدي عندنا في القريه، يمكن يكون لك نصيب وتشتغلي عندنا. اوكي اوكي، عن اذنك. اتفضلي. نورتي. اتفضلي.